حياكم الله مشاهدين الكرام، ونبدأ وياكم أخبارنا من منحة المتقاعدين 3000 دينار واللي أودعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم في حسابات البنوك تمهيدا لصرفها للمتقاعدين المستحقين. وقالت المؤسسة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم تزويد البنوك بتعليمات الصرف والتأكيد على عدم الحجز أو الخصم من مبلغ المنحة تطبيقا لما جاء بالقانون رقم 4 لسنة 2022. وفي التطورات السياسية، قال النائب أسامة المناور أنه برغم الظروف الاجتماعية القاسية اللي يمر بها لا سيما بعد وفاة والدته رحمة الله عليها، إلا أنه يعلن انضمامه إلى اعتصام النواب في مجلس الأمة الذي اعتبره استحقاقا وطنيا اعتراضا على تعطيل الدستور. ما بين قضائي من أقضية الله سبحانه وتعالى وقدره، وفاة والدتي رحمة الله عليها، وما أخبرني به الأطباء في فرنسا بأنهم قرروا إعطاء أهلي جرعة كيماوي كل أسبوع بدال أسبوعين اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع، ولا أقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على كل حال. يبقى استحقاقا وطنيا أعلن انضمامي إليه اليوم، وهو اعتصام النواب في مجلس الأمة احتجاجا على تعطيل الدستور. فما نعيشه اليوم هو فراغ دستوري بكل ما تحمل الكلمة من معنى. مجرد تعطيل الحياة النيابية بهذا الأسلوب هو يعتبر نسف للدستور ومواده نصا وروحا، لذلك أنضم إلى زملائي وعسى الله أن يقضي بعد ذلك أمره. وننتقل معكم إلى الميدان التربوي، حيث تفقد وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب طلبة الصف الثاني عشر وجال على بعض اللجان مخاطبا الطلبة بلهجة أبوية: شدوا حيلكم عيالي، ما بقى إلا القليل، أملنا فيكم كبير، فأنتم قادة المستقبل. وفيما واصل اليعقوب جولاته على حتى انتهاء الوقت المخصص للاختبار، أعرب عن سعادته وارتياحه لما تقوم به الإدارات المدرسية من جهود مكثفة لخدمة العملية التعليمية وأبنائنا الطلبة. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبداية موسم حجز الأضاحي داخل الكويت وخارجها، أطلقت جمعية النجاة الخيرية مشروع الأضاحي التي تنفذه في 21 دولة حول العالم، ويستفيد منها أكثر من 100,000 شخص. وقال مدير إدارة المشاريع والتنمية بجمعية النجاة الخيرية عبد الله سالم العبيدلي إن قيمة الأضاحي داخل الكويت تعادل 80 دينار فقط، أما خارج البلاد فتتراوح ما بين 22 حتى 100 دينار، وذلك بحسب نوع الأضحية والبلد التي تتم فيها. أكثر من 55 جهة نتعامل معها خارج الكويت وفق منظومة وزارة الخارجية ووزارة الشؤون، فكلها تستفيد من المستفيد عندنا أيضاً الشرائح، ونهتم خارج الكويت أمانة باليمنيين والبورميين والسوريين اللاجئين طبعا، وأيضا دول أخرى كثيرة حقيقة أو شرائح مختلفة اللي تستفيد من الأضاحي. نحن نستقبل في جمعية النجاة الخيرية هذه الأضاحي، أنكم توكلوننا بهذه الأضاحي، وهي قيمة الأضحية تبدأ من 80 دينار، ونقوم بتوزيعها على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين، ونطعم هؤلاء الفقراء والمساكين سواء الذين في الداخل أو سواء الذين كذلك في الخارج. ويتساءل كثير من الناس، هل أضحية في الخارج تعتبر أضحية؟ نعم أيها الإخوة، كما وكلتمونا في الداخل كذلك توكلونا أيضا في الخارج. نعم، وضمن حملاتها الموسعة بدأت وزارة التجارة والصناعة حملة رقابية كبيرة، وذلك ضد الشعارات أو الجمل التي توحي بمخالفة الآداب العامة، وفي مقدمتها ألوان الطيف الستة التي تتعلق بأعلام وإشارات المثليين. ودعت الوزارة الجميع إلى إبلاغها عن علم أو إشارات المثليين إن وجدت في أي مكان. احنا نسمع عن اطول يوم في السنه، بس هل ترى متى راح يكون؟ جاوب عليه المركز العجيري العلمي، بحيث انه قال ان الكويت ستشهد بعد غد الثلاثاء اطول عدد ساعات للنهار، وهذه السنه في منطقه الخليج بواقع 14 ساعه ودقيقتين. وقال مدير العلاقات العامه في المركز خالد الجمعان إن ذلك عائد إلى الموقع الجغرافي للكويت في الطرف الشمالي للخليج العربي، فكلما كان الاتجاه شمالا ازداد عدد ساعات النهار.
أصدر معهد السلام والاقتصاد العالمي مؤشر السلام العالمي لعام 2022، حيث جاءت الكويت في المرتبة الثانية عربيا والتاسعة والثلاثين عالميا من بين 163 دولة، وحلت قطر في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثالثة والعشرين عالميا، وجاءت اليمن في ذيل قائمة الدول ليصبح الأقل بمؤشر السلام في الشرق الأوسط. وننتقل معكم إلى فريق إكسبو 965، حيث أقام تجمعه الصيفي في منزل العضو جاسم الخليفة، وقد تخلل التجمع إقامة حفل عشاء، وذلك بمناسبة فوز ممثلين عن الفريق في المسابقة الدولية الأولى للتطريز بالذهب والمجوهرات في أوزبكستان وحصولهم على المركز الثالث. تجمعنا اليوم الصيفي في بيت أخونا عضو الفريق العقيد جاسم خليفة، وهو حرفي أيضا، ما شاء الله حضور يفوق 100 شخص من أعضاء الفريق بمناسبة عودة أعضاء الفريق من مشاركتنا في أوزبكستان وحصولنا على المركز الثالث على 60 دولة و260 مشارك هناك في أوزبكستان ولله الحمد. وايضا بمناسبه انتهاء الدوره مدربين معتمدين 16 واحد من اعضاء الفريق، وايضا مدربين محترفين، هدفنا هو الحفاظ على التراث الكويتي، الحفاظ على ماضي الاباء والاجداد والحرف الكويتي الاصيله، ودعم الشباب الكويتي بشكل كبير. رياضيا، ومع بداية العطلة الصيفية، أطلق الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي خطة النشاط الصيفي الذي يأتي ضمن فعاليات صيفنا في مدارسنا، والذي يختتم بنهاية شهر سبتمبر المقبل من خلال 5 ألعاب كرة قدم، العشب، صالات والسباحة. وأكد رئيس الاتحاد المدرسي فيصل مقصيد أن البرنامج يتضمن عدد كبير من الأنشطة والفعاليات التي تلبي حاجة أبنائنا الطلبة والطالبات خلال العطلة الصيفية. نهاية أخبارنا في اختصار، في أمان الله.